أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيث مثلا الإسلام ذي العمل وإلا لن ذين دي تفان دي العبد سفلا، يعني مقارن المظاهر، ولكن ذين يخدم العبد شل جوارحيش بقية هذا الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كدي قار إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن سيدي ربي ودي تما خيرا الجسات نون غا المظهر نون سفلا، يعني لن أما ذي الجسا أما ذي اللفسا أما أين دي تفان، ولكن ودي تما خيرا غروايا إن ولكن تما خيرا روين إلا نقويا ونون يتما قد روينا كن اخذ من سل الجوار حنون كان الاسلام يتفان دو وين قاعد تاخذ من وين دي سبان اي سبان دم كانت تعامل دو الوالديني كما يتعامل دو الجيراني كما راه تعامل دو الشرق تعيش هذا دي المجتمع يتعيش دو وين دي يتفان الاسلام ماشي دي المظاهر كان اذا المعنى ينس الاخلاق الاسلام تصرف كان الاسلام تموسني الاسلام ذين ذين دي الصفات العالية دي يفرارني دي فكاس يحمل سيدي ربي يحمل الرسول صلى الله عليه وسلم تسيجن إذ الإسلام إذ الدين النغاية مثلا يساد الرسول صلى الله عليه وسلم باش أذا غير ربي أنا دي قار الأخلاق نغ الصفات الهاني نتسيجن إذ قوير إميديش قا سيدي ربي قار إنما أبعثت لأتمم مكارم الأخلاق إذ أسيد قوير الصفات الهان باش أذا ربي الأمين على خطر الأخلاق شواجين إشي تسليت الأمم إشي تسليت الشعوب إشي تسفراريت مورا كان تصرف كان مالك لون تصور برا وسعيد ضرر الحاجة أكو على غدي فقنين كامل المادة وتفقين لري العبد، ولكن تصرف كان ليدوكاسيون تساقكو إذا لسا صرح بان ذي العبد ذا شوث العبد انت لي لون تصور برا موتين حساب هذا العبد كاينة إذن العبد شو شوث تصرف كان سل أخلاقين أنثبع أين غدي فكان السيدة ربي خطا تشغل يغدي خيقا ويفكا يغد الصفات انا نستخدم باش يعني ان تعامل جوجل انا اش قاعد نفي وش في رحمه للعالمين ذا شو يغدي يقول ذا خلينا انا الرحمه ينش يقول يغدي الاخلاق يقرد انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ويفكيد انت نصيف ام قرحان يزدي في كاغدي الاخلاق يقرس وانك لعلى خلق عظيم كاين اذا انت اين كان يدي بغي يفغى في دي فكين كوني باش هذا غير ربي باش انا 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 نستخدم الاخلاق ديال جوجل انا باش نسعوا المعامله العايم شويه يسافي زيت في معيشت شويه يسافي زيت ثذرت قمذان ذي دونيث أكان هذا مثلا إذن سوى شو نساء دفرار ثمورث إساء دفرار الأمة سالأخلاق وسوى شو نساء ريكشم يعف ذي جنث سالأخلاق ماشي الصفات النظام ولكن سالأخلاق يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم غيمة سقسان لنس دشو أكو إكسكشا من غير جنث أكثر ما يدخل الإنسان العبد الجنة دشو نسينا الرسول صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق أتقوى سيدي ربي وتسعود الاخلاق العاين اللي قالك ذي مثلا امكشيني ذا اش تقال كيسكش من ركيسكش من غير جنف كيجينا غير مثلا اذا ولي قال انفا الحز يفيق دي خلق سيدي ربي باش اذن وين يغدي وين في صلى الله عليه وسلم يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجه الصائم القائم العبد يتربان العبد يسعى الاخلاق صفات الهان يسعى الصفات نصرف كان مردني للاخلاق معناه تصرف كان ما هذه هضر لعبتي ذا سيدي اوريس كي ديفارون اوريخ دارون اوريس كوريرون اوريس كي ديفارون اوريس سالان غير الغير هذه تعيش ذي حياي الوالد نسات نرفض الجيران نسات يعذر يدسن لعيف هذا النظر مره مو يخذي مالو كاين العاين يخذي مالو العاين اين نديرو تخدم انا وكاين هذه الاخلاق كاع الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعذ الاخلاق الاخلاق ينص صفات كي نصرف كاي يند اثير في سيدي ربي الدرجه الصائم القائم قلنا كن يتصوزو من عام 13 شهر يتزرل عام 13 شهر كم سل أخلاقي غير صقر بالأخلاقية مثل إذن خزرت كان وش بيحنا نفين صلى الله عليه وسلم عن من إمت سقسان دشو مسنا ننس يا رسول الله ننس فلان تقام وهنا اليوث 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 تمطوف ذي الوقت الوقت ننس ننس يا رسول الله ننس صوامة قوامة تصوزوا مع عام 12 شهر ذي قواس تتظلن عام 12 شهر ذي قير تخدم قيام الليل ننس يا رسول الله ولكن تسعيوني بيان تسادوا الجيراني السيرسيس
داش يسين الرسول صلى الله عليه وسلم ان ليس لا خير فيها انها في النار وتسعر الخير تمتثقي ولاش الخير الا داخل تمتثقي ان ليس الجهنم غيتيتشان رغم انها تصوز مع 12 شهر دكاش تظل مع 12 شهر دكيد وتستمني على تظلي تيش تمني على الصيام نس ثلاث ان مره يروح على خاطر شي وتسعر الاخلاق وتسعر وتصور بالها تسادون الجيرانيس باش انظر باللي ديننا نكون غير خاطر نفهم الدين اثر نفهم الفهم الحقيقي انسيم انسيم ذا الرحمن سيدي ربي ذي قام رحمة الله في الارض اريد شكرارا اريد شكدي فارا اريد خدارا اريد صدقارا الوالدينيش اريد صدقارا الجيرانيش اريد تعيش على ذي حرام يتعيش ذي حياه يخدم ذقين العاية ذوقين ذي نسيم اسمي سدوي خزر كان ما دين يظن كذي نسيم معناه تسعيد صفان الإسلام معناه تسعيد صفان السلام تسعيد صفان لهنا حاشا لهنا أتهني ذي منك وتهني ذي الغيريش كاقيني حاشا الخير انسيم وتسقوذنا من دن انسيم ما تخزر دي صفرح اكيد دي صفرح اتسروي دغار غورس انسا قد يقضون تغاوسا انسا غير اكي حامين انسا غير ثوث دستين اذن وحواجر انسا غير اماثين اذن لعنية انسيم انسا غير اثزيض اثزيض ولكن باي السوض السوض العبد اذين ان دعيني منه نكون ينذي انسيما من بعد نكون انخدم دي ثيمسي ودين نار الاسلام انا عقب لي رضي شو متنسيم تنسا كجنيه رسول الشفيح صلى الله عليه وسلم يقرد خير الناس انفعهم للناس الخيار ذي العباده نيوا ذويني ينفع ها ودينا فضل الزكاه الصوم الحج ويجين ذا الركائز ذا الاركان في قفنا ديننا ولكن الذي قال بني الاسلام على خمس يبنى الاسلام على في خمسه ديال الجده ولكن داش في قفنا الاسلام داش قفنا نشوف لا ذا قاني ثلا هاي خطر فضل الزكاة الصوم الحج وقلنا تشاركيزين الإسلام أما كنا ثبنو ذا خمسة لبوتو إفات فنوذ ولكن ماذا قلنا ذا نكون نتظل نتصوصو من حجوم ولكن ذا المرض الزخن للمجتمع أقيغن فنغي بوتو ينين نغو ولكن ننفسن كلاكن أرسن أرنيسو فلان أرسن نغوم أهترن أنستن فايسن وتزمر ذا تنتزدغض كتحامينا فوق السميض ولا فوق صغار في صغار ولا في الهواء ولا تستنفي على ذلك السن حاشا ماذا قال لا كوفريتون حاشا ماذا قال لا ثرني ذي بني سفلى اذا تظلي زكاة الصوم ذي الحج يفكي اثني ضربين باش نمكثي سيدي ربي واقم الصلاة لذكري باش نمكثي سيدي ربي ولكن اثني نمكثي ذكويني كيف غانا ذات نخدم ذكويني كيف غانا ذات نوخر اين في ديوم راه نخدمات نخدم في دينها هذا سنوخر هذا سنوخر وسن قرار كوني ندعي من نغذي نسيمن على الخاطر ماذا قلنا نتظل نتصوصو من حجوم بعد الكل نصدخل للمجتمع ونخدم على خير لا انشتاقي نغلط ذي حسابنا وليتي قال انا نخمم غرويا خطر المجتمعات الاسلاميه مره ناك حشك في قاذ يرحم سيدي ربي المؤمنين لله يقد تقوذنا ربي لله يقد يلقان سيدي ربي ذي الخطر مثل لله يقد اخدم لين العاين يا يعني نتقوذن لله ادري لك ولكن دلقين لا ونزمير ادري ونزمير نكر نشتاقي دخل الكثره يجي مساكين وتسفنا ويجي نتظل نتصوصو انت حجون ويجين خدمت ونغفل لك في اللسن كامل ولكن سقسيان سين الجيراني قاعدين سقسيان قال الوالدين الدريا ما عادين سقسيان داخل الدشرة ما عادين غاشي ذقو قرسل داخل الجوامع ونمني عرام ونتوي غاشي ونغنز داخل الجوامع اتسمي روين قواس العيد باش المغفرة اتسمي روين داخل الجامع وقذا يدحك الائمة نذكر بي سيخير نذكر بي سيخير سوا شو داش دالت اثنسيم اثنسيم تلقى دفان دي العامل النغ كاقيني وزميرنا العبد ذاتينك الإسلام ذي المعاملات الدين المعاملة أكيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الفعيل المرة أكوني هاركمي وتسيقنا راه أما كثر النساء السادي العصرنا ماذي كثاف ماذي خداع ما تسكر ذا ثكر ذا ذي ميزان ثكر ذا ذي السيعة الغش ذي الفيع والشران الغش ذي إما ذي الميزان وإما ذي السومة وإما ذي النوعية مع المذي خانا أخذ دميس أخذ دميس ذي خانا مع المينس لكثب خلف الوعد نذكر الوالد النغ الجير نغون عدي ريسن معنا وصل الوقت تظلي ثر نحاك هذا نظال إذن إلث قياد أنشتاقين أثي دنهير أثي دنهير أثي دنهير على خطر موضوع حساس نفغى نغون نفغى ولكن نقا في دنيني اي نقا في دنيني في دنيني سلاف النقطة في جين قونيت الموضوع عقيف على دنه دركة بفضل الله وبرحمته باش الإنسان ذي زر ماذا قلنا ذي العبد ولا ذي نشيم ماذا قلنا ذي العبد ولا ذي أكن يبغوي للدينيس كامل ما ليس ما قايل الفعيلة جين خدمتن إنشيم وذي عايثن لا خدمتن إنشيم هذي عقيب لين الإسلام يفرى ذي سن ذن سكنت نخدم ولكن ذن استعيرة وتشوي هر الصورة للإسلام كا أول عذي لن زخن الإسلام ذن شيء مو يخدم مثل ويجي إلى قد يثوب غرسي ربي إلى قد يغرق في لذة في حي ثبورث التوبة دائما ثلين غرسي ربي حاشا ماذا قلنا يقود ملك الموت ذي قدر روحني بفيسي من التوبة ذي
ذلك سيدي ربي قد وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أكل دي قال سيدي ربي القواليس إن دعفو إيعب ذلك دي زين غرغوري أتو خرض في البلاد إن يتخدم ذاك نيو وتندم ذا دائما الصح قولي سفال فينك اللي تخدم وتعهد سيدي ربي تسوغي ذرى الغرس وما ذاك ليس على الحق إكس على العبد في الله إلا قد استرض أما ذا المادة أما المعنويين أين استخدم القوين من ديري إلا قد استرض ما أصديف السماح سيدي ربي غفور رحيم ثبورتيش دائما تليه يقرض ان الله يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر سيدي ربي يقبل التوبه للعبد حاشا ماذا قال لك ضد الغرغراني سكرات الموت ذينا ثبورتني التوبه نذاي خلاص ذافيش تخدم ذا السيدي الدنيا تخلص دينا الحسنات تصلي الزكاه تصوم الحج حاشا ما تغرض البعيد عن جرب يجي المؤمن المفلس هذا الدغر غرسك اذا تقودي يا عبد اقفي اذي فتحي قاذي ثوب غير سيدي ربي الحق سبحانه وتعالى كان إذن قال ترى ما نقصش من غروية جين قال ترى ذي نشي من إحقاني نكوني إلى قد نجر إلى قد نجر أنشتجي ذي إذن في اللعب ذي يتظل عام 12 شهر وذي الوقت تفضى بلك الصلوات ينسى ذي المسجد ذي الحيج ينسى ما شو فرد ما شو مرضى العمارات ما شو ذي ما شو ذي فرد ما شو مرضى الدين يقبير إلى عقل أن في المشملي بويث أن في الجيران يتشترك ذي ثليسا تفضى فرد ذي تعديني مثلا الجنسي من تفضى حلتك وغيره خامنس من بعد أدروح أذي الظل غير سيدي ربي إذن أنا عقي أنشتجي وقفوا يا ران وأنشتجي وتدرى داخل الإسلام وقيم أما إلى قناع قل 180 درجة قل لنا قل وقيم العبادة قعفوذ أكد الفعيلة قل خدمة كام أمجر نرى كقيم الإسلام أدي يمر الرأس ونشتجي سبحان الله يقال السين أن السين الحلال ذي الحرامية مثل سبحان الله كان يروح دي ورقز ودروسي يقول سنة كان يقعدان غرغورين بعد ويقضي عفظ مقرن يعني المقرنات شوية وما مش تدول نيس دي مطول أم كي يدينا نعني عاشي يفاني اللي كرام يسعيد ذقويك يشغذيك بلك إذا نشتاقي كي هيكين إيناد ماشي إذا نشتاقي إيناد يرفض دمي أفوسي صغار غورين ويعب ذاقين يرفض أفوسي صغار غورس ويتسولي ويزور دي الصفام زوارو دي المسجد الصفام زوارو دي المسجد كان أنا عقيقيا إذا كان أفوسيس يون زاف داخل المسجد إذا كان أفوسيس باش هذه صفح إيه ما سين سيما من سان أثي صفح أهذا سيغي فيافو أزديقو يصغر ورس ولكن يعرض في اللاسي وخرس يجيس كنك نفوسيس ومثل موقع غير السجود ويأخذ السكسرك وقارو يزدي السجود أكان ذلك ضرور دي المسجد دقيق ضرور دي هنك ضرور دي هنك ضرور دي هنك ضرور مرة أغديه ضرب إن شاء الله هيث مثلا أي خطر مولاش نتظل بوريان تصوصون بوريان تحجو بوريان تخدم الديننا نجعل بلنا ثق في السيدة ربي نكوني ماذا قلنا وقتي ولقع ذل المعاملة تنغير أغذي عباد ربي أم تعديرة تظلي ثم كل شيء ذا يروح أم كثم تثقي تصوصون منك عام 12 شهر تظل عام 12 شهر ولكن تسدوا الجيرانيس الجهنم ما يتيشل أي خطر وتسعال الأخلاق أنشف أن تثفق مسألة جيم تخدم ينفايت ذي الشوي ذي العبادين كرقو ذا نفيت تسدو لكن مرة أكو تخلصي ثم تظل الاثنين تروح الصيامين يروح ورز دي يقولي وش ما إذا راح تسيدر بذي جهنم كم إذا المعاملات ذا نشتاقين ذا نشتاقين إذا الأساس الدين المعاملة يقول لي يوان يندر السوي غيمية ذي التليفون يندر نمر واثنك سنكنينو يندر يروج تكو ذي نمر واثنين يندر من السوي راس النمر وهو السيناء الرئيد والسيناء النمرو يند ناس دوران الظلغة شي مو يدر رضارة يند ناس عوهد أكور تعوضة تسر الصوت من بذلك ذي التليفون كم ونسى ذي المسجد اللي تظل ثورة كقطف ذي المسجد إقلا كنت أين مقبير يعقي أيث مثل إذا أنظر دين نغ أنظر دين نغ ذا شوث الإنسيم ذا الرحمن ذي الدنيث الدين ذا المعاملة ذين إلا نقال كيذين إذ الدين مولاش ماذا قلون قال زرم كيذيك تظليت النوت أم كانت في سيدة ربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تظليت تنهود غير في الفحشاء والمنكر ولكن ماذا قلون كيد الهار تظليتني في الفحشاء والمنكر تظليتكم قبوي ثارا يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له سيدي ربي دي قرفه زال ليتي كيد اون تفرض تساكل دي قرعه فين نديري النبي واش بيح صلى الله عليه وسلم ان دمك لي قرعه انا فين نديري الا تحسبتي من ون الظلم كان جات مثلا خزرت كان اذا المراد سيدي ربي اذا كي يغد الدين باش تي لي الرحمه تقول ون باش تي لي المحبه تقول ون باش تي ثقمات تقول ون باش تي الذكر تقول ون باش تي المعاونه تقول كرمه كاينه
ماشي الدرس اللي فسات شي بحال تروح تغى المسجد من بعد تشم قيض هذا المديه اماكن نثني محسوب لان اماكن دي مش طاحك شي لا 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 سي دربولي سي عمي سوري سي اللي شفت سي دري من ولا سدرياك ولا الشيك ولا القوين كان كتبغوث ان اكرمكم عند الله اتقاكم الخيار تقول الخيار تقول سي الايمان ذا العمل الصالح شوين الا قوي ونور ذا العمل اللي تخدم هذا تكبرني تكبر لكن في لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ما تسعد مثقال ذرة والسمغار يحار تحرم تحرم دي جهنم تحرم يحرمك ربي دي جنة جهنم ريت شنفافيش أغن جربي جيموني كان يث مثلا سيدي ربي مشريح سبحانه وتعالى إجعي الدين نقص وقين يساث إذا لسست تذرث بنادم سوى نشتاقين ذين إلاند العلاقة تقرم الدين يساث يصيد تذرث ميز تورون سم العلاق ونعذي لك تقو قرانا يل الجيران سمية ذونا ما كتشذوث مغار ذاقين الجيران نس لكون ذي الوالدين نغونا أشو تذرث أني ذير أني ذير تذرث إلهان مثل الرحمة ذي قرانا مثل المحبة مثل الذكرين مثل المعاونة مثل تسمي زوير غال الفعائل الخير كان شو اشتاقين شو اشتاقين يقرد سيدي ربي قويس يصورة الحج يقرد يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ولكي تكمل قوة وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الركوع والسجود سجل العبادة قيل لندي الظالت والصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام دين ومن تركها فقد هدم دين سجل الساسة الرحضة ذي الدين مرة تظليت هذي قال أركعوا وسجدوا يقد واعبدوا ربكم باش ما تظليت انزول إلى قسم في كتاب زورة القيمة تظليت النين أتنظر الركوع نس الحقيقي سجود نس الحقيقي وسننه الخشوع هذي قال العبادة رغم هذي قال واعبدوا ربكم والركوع والسجود داخل العباده ملات ولكن سيدي ربي غادي قري قصع من الاخلاص انا عرفت سيدي ربي واحد ماشي رياء ان انا نظل على شوفوني الناس باش نقالي كونفيونس مدن لا انا باش انا انظل وانا نركع ونسجد انا عرفت سيدي ربي واحد الاخلاص الخشوع الاخلاص ولكن ادقرار كان دقوياكي على خاطر فقيد العلاقه الى الكرا غادي سيدي ربي غادي قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وزمر راس قصد الشطرقين وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ودينا كانوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم الى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وكذين الى الكرا كذا مدن ذي وث مثلا كي عباد الدنيا اتخدم ذي خير اتوخر وين نديري متخدم ضرين العاين وستزمر ضرين اي ندير اي وتزمر ضرين وين العاين اي ندير وتخدم ضر التاكينا خزرت كانوا شبيح النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن دو الذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا يقول ربي إن دو تكشين من الجنة حاشا ماذا قلتوا منهم أم كان أنا من إن دو لا تؤمنوا حتى تحابوا قلت سمن مرا حاشا ماذا قلت مي حماي من جوجرون ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قالوا فشو السلام بينكم أتسم يحمي مرام أتسخذر كان أتسم مري جنت حاشا ما ثمنم أتسم مرام حاشا ما ذاك الله ثم يحمل ثم يحمل شو شو نسينا إن أول دم لغم كاف خمم بشه ثم يحمل إنه أفشو السلام بينكم ماشي كان دوران بالسلام بالصيغة يجين ما السلم في عذ سن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن خشيني بالذات السلام الغيرين خشيني ذي هنا الغيرين خشيني أتسد الجهين الجهة اللي موياني كالجهة الجوروي كالجهة الجيراني كالجهة ذا الرحمة ذي إقاعة السلام ذي هنا أفشوا السلام بينكم أذي لي ولاش الحقد ولاش الغل ولاش البغض ولاش الحسد ولاش أكو أين نديري مرة أقو غلاود واقين إيد السلام ما إلا وان ماذا قلنا ذا نكوني نزرع السلام نزرع الرحمة ذي المحبة ذي قولون أغير سقار بي إن شاء الله يجنث كان يث مثلا أنشتاقين إن قانا عقيب اللي ونزمير لنا أذن نكار ثم ورقين شيء من حشث ذاك يرحم سيدة ربي نفغي وفريد خذ من دراسة يوث دراسة يوث يوث الجامعة يوث لونيفرسيتي قناص لونيفرسيتي جورج واشنطن دي امريكان يا ذي نسي من يتخذ من ذي نسي من يتخذ من خذ من مرة أكو خذ من يعني يونيتود يوث الدراسة الثمورة من دوني ثمرة أكو بلدان العالم باش أزرن أنت تكتب عن يعني التعاليم من الإسلام ولو كان تيمورا الكفار ثلاثة قال نحمد الله ونشكره ولاش تمر تجي ولاش الإسلام شفنا كل الإسلام غسل يد الأقليات ولكن لا الإسلام مرة أكو ولكن يخذ من الدراسة يجي في ثمورة الدنيا كامل ولا إذا شو يدو فان وفند ثمورة جنسي من ثمورة جنسي من خضات التعاليم من الإسلام زث ثمورا ون لا تنسي من تبعت التعاليم من الإسلام ينول لنا الذي نسي من
وتسخرنا ريا ماشي الاسلام وتسخرنا راه اللي كتب اسكي ديفنا ريا انا ولينا غادي نسيم ولكن ثمر ثم زواروث اكتب عن ثمر تنسيم اقلان ذخي من الصف قلنا ثقيا لورون قلنا الدراسه هي ثمر ماليزيا ديزكان تيستيا 33 ويا انا ثمر تنسيم تم زواروث 32 مره اكو غير ثمر كم كامل يوث ثمر مره ولا راه تنسيم تبعت تعاليم الاسلام وثمر النظام مره تنسيم تجد فيرك وتبعت انشتاقا وذي عيثرا يثمثل مجلد الحقيقة الحقيقة ونزبرنا أنا رب الفلاس إذن ماذا قلنا ونسعى لكل الأخلاق ماذا قلنا ونسعى للتربية الإسلامية ماذا قلنا ونسعى للصفة العالية اللي يفرر نقدي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قفي دي روح ضرورنا يقرد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إندن كي نظر بني رباني ند أدبني ربي فأحسن تأديبي وإندو فغير أكون ربي أقول ويقول الصفة للأخلاق باش أذكون ربي ماذا قلنا ونكون يودن قول الصفة نصرف قغر الرسول صلى الله عليه وسلم ونربح الدنيا ونربح الأخر إذا قد أنا عقلك يثمثل نكون نشتغل في العبادات قناة العبادات الشائرية أما تظلي أما الصيام أما ذي الحج نشتغل ونغفل رفلسات ولكن المعاملات إلى قناة عقيب اليوم نغفيتاس وتظلي الزكاة الصوم الحج في كيغتي ربهم سبحانه وتعالى باش أغدي أدن مكثي السيد ربهم الخالق سبحانه وتعالى تظلي تسجد يفرر المرة أي خطر الزكاة أفردي وسقواس ماذا قلوا يسعى لبابيس وتذكر الصيام أفردي وسقواس ماذا قلنا العبد يهلك يسعين مالدي كرونيك ويتصوزو مرة الحج أفردي دونيث أفريد الدونيث وين ماذا قال ليه يك نغوز ميرانا أمان مادين أمان الصحينس ويسعر سوشي سعر يروح وجهيدنا سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى رحمة ستوسا ولكن فظليث لا فظليث تساقين يقعوا السنية عفذا الحياة اسم الرام حشما يموت يقنع قيكا عمران بن حسين رضي الله عنه إن دي نيدي الرسول صلى الله عليه وسلم ونسيه يك عمران بن حسين رضي الله عنه الناس الشور ده الرسول صلى الله عليه وسلم في الظليث الناس يا عمران الناس صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب الظل سي في الدين الظل مزمر ضر الظل سي غميم مزمر ضر الظل غفي ذيش مزمر ضر الظل في ذي الظل شوالنيك مزمر ضر الظل شوالنيك الظل شويك حشما ذا قلت موثض حشما ذا قلت فغر روحني دوم كانت تسقط الظليث غفا فينش إذ انتقيني أخذ تفاعي في أغتي ضربي خمس فردان دقواسي أغدس مكتاي أغدس مكتاي ميت كرات خل مكران أتظلظ وتظلي ثني مادو مكتاي تتظلظ وتصدر الخمر أسقع ذمانيك ذي الوالدينيك أسقع ذمانيك ذي الجيرانيك وتصدر ثيست الجارينيك وتسخن دار يمانات خطر نسيس هير تيمسي يجين يثمثل وصرا العود بلين ماذا قلت ثقوية ستير ذي ثردس دقوا كاي الجارينيك بلين أتعقيد بلين الرسول صلى الله عليه وسلم دي قال ثردس دقوا كاي ماذا قلت ثقوية أتسملي رد سيدي ربي ونتسي غضب في الله وماذا قلت كشينين كشيرا ستردس دقوا كاي أنشتاقين ذيون المرض اجتماعي خطير ماذا قلت ثقوية أعقي ثرنث ثردس الملكي صغر غورك السنة تفضى عرضون الملكي كل قرار ذي فغفوسيك ناذي فغفوس قرروي يقات عقيدك خطر سكشمض دي حرام الدخيل الملكيني كجنيه وسك يوم القيامة أتصعب بضكاي مرت متعني الغشي دي جنتك تصعب بضكاي خطر ثوق خرب أشي وتصيص ضرع أتصعب بدي سفعي قواعين هل أتصعب بضكاي كجنيه إذن إنسان يلق دائما وأبدا أتعقيد بلي ما ذكرتش خدم كلام أدم مكتير بلي تزلاضة وخرب وين اللندي حرام دي جين فيهم سيد ربي مشبيح سبحانه وتعالى إن تفكيره وند فظليث الزكاة الصوم ذي الحج ويناد إني مرة أو فظليث خطر سجد يفرر إن الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام دين ومن تركها فقد هدم دين سجى إذ تقبت وين غدي فرض سيد ربي تظليث ماذا قلت حفظت العامل خم الدينيش ماذا قلت حفظ ضرر الدينيش يروح أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة تظليث فإن صلحت صلح عمله كله وإن فسدت فسد عمله كله ماذا قلت ثم زورثي فاكد حاسب ربي تظليثيك ما تصيح العمل لك يصيح ما تفسد العمل لك مرة يفسد ولكن أمكاث صيح تظليثينك ماشي أستنى تورا تقيت سهي تقيت لا وتسهيرا أتصيح تظليثيك ماذا قلنا ذلك الشيء كيف الأركان ينسى تظليث مرة الركوع السجود الوقتيس مرة الظل ماشي إذا نقضان سنقفي قاعة أنزل أكني الظل الرسول صلى الله عليه وسلم دي قارن صلوا كما رأيتموني أصلي إذن أنزل أمكني الظل وش بيحنا نفين صلى الله عليه وسلم كان كل شيء سياقي ونقطة سنة نظر نساغ قفية سيد ربي تظليث مثنى هوكيد غفر فحشاء ذا المنكر موكيد نهارف الفحشاء ذا المنكر ومقفوي ثلاث أي خطر أشي مين
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فظليث ماذا قالوا كيد نهاره في الفحشاء والمنكر حش في كوت الزوم ضرا كجنا. إذن الأركان جين الدين إف كيف نضرب بشاثي دين مكتين ذا مكتين غاثي دين مكتين إذ قويني ديومر أتنخذب إذ قويني فيغ دينها هذا سنو أخر ذا شفي دي تسمر سيدي ربي ذا شفي قنه يقرد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن هو سيدي ربي سبحانه تسمر سيدي ربي سبحانه وتعالى أخذت كان إن الله يأمر بالعدل سلعدل أتعذي الذكر كذو خميك أتعذي الذكر كذو الرويك اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أتعذي الذكر كذو الرويك أتعذي الذكر سليك ذين كل شكمي ذي عذي أريلين ولشكرا أتصفر خطر ما تفغط كشم ديش هذا الزور لقد هذا إن الله يأمر بالعدل والإحسان أسخم ذي الإحسان أمان الوالدين كمان الخمي كمان الجيراني كمان العباد الصمد العباد وضن الصندران أسنتخم ذي إحسان كاينة هادي خر وإذا كي كيقرفن كي كيقرفن كي كيتشيلين ديك ذمنين أكان محسوف صلاة الرحم ونشتاقين أنا عقيب لهم وتحت سفاري يعرض بليهم كل يوم كان ذي لهم ذوين كني كان لكن إذي قرفن كان غروس أشي مدي قرى ذي القربة دي قرى سيدر بصلاة الرحم لا يدخل الجنة تقاطع رحم ونك زمن الزورة نيس وكش مريجن خطر شي ميا ولاش اش حالي كيتين كيتين كتشين تشيلين الراويك ساعني ضويان ضويان نون ساعني ضويان سن ضويان سن ساعني ضويان سن إذن ألو كان دنا في مرة دنا في نتشميلي مرة أكو ولكن ماذا قلت لك الزمد الله الشان ذيم ثنا أثنى نفس الله بوبيلاسيون مرة ثلاثة ديال طرف نفس النظام ثلاثة ديال طرف إذن ماذا قلنا كل يوم كان يسعى القدر ذي زوراني نس يزوراني مرة طفن كان شركنا مرة يزوران كامل ولاش وكيران كوني فغن ذينا الحيج كوياكي كاكينا إذن سيدي ربي هادي تسمر أي كيف دي تسمر يا للخير إلا زدخيت وين هود يقرأ أين وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن هود سيدي ربي سبحانه وتعالى أفين نديرين ماشي كان دي الفعايل قفحن الفعايل نديرين إلى الفعايل قخزا ولكن يكثف يسنى حساب ذا نشتاقي لخداع ثكر ذا تشيث الحرمين الفقراء ذا المساكين من قربي ذا يقوجين ماذا قلنا نسخي في وعد ماذا قلنا نذكر الوالدين ماذا قلنا نذكر الجيران ونقع ذري من نغذ الجيران ماذا قلنا نسخاني يمانات ماذا قلنا نسفقك يفردنا ربي مرة ونشتاقي نهدف لسي ذا ربي الخالق سبحانه وتعالى. إذن مرنزال أدي قال سيدي ربي سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إيوا شو سيدي ربي إذا تبشي ذي يد مكتيم إذ قوي يد مكتيم إذ قوي في كل دومرا إذ قوي في كل دنها إن في كل دومرا خدمت إن في كل دنها وخرثس كان ويختصر سيدي ربي قوبليس أدي قال إن الصلاة ثقي تظليث إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تظل تنهود غف الفحشاء والمنكر شين دين هون غفين نديري أكيد وخار مرة أكو في الفعيل نديري كامل خطر تظل هذا الشين ماذا قلنا ممكن نهارا باش تظل في نزول قال صلى الله عليه وسلم من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. أخذ كان الصيام ما نتصوم سيد ربي فاش في هذه الدفكه يفاد كاثيد باش نسعوا الاخلاق نسعوا تصرف باش هذا نصور به. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اردي خر باش نسعوا التقوى انا بغيت سيد ربي ونسعوا الاخلاق ذوات مثل النغ يعفاد نشتاق في هذه الدفكه سيد ربي رمضان. الذي قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن ماذا قلنا ويخرى للعبد أفشادا الزور ويخرى في كذب الغيبة النميمة لمن الحنث أخذ زور غير الحرام. إن تسيد ربشت قال المعنى ماذا قلنا يقيم رزبا بيس للصباح حاجة ماذا قلنا الذي يعشى يخدم إذنا كويقين رمضان يروك الذي نعم يروح مرة أما كان تسمغار ثقين يتصوزوا من عام 12 شهر يتظل من عام 12 شهر ولكن تسيدوا الجيرانيس جهنم تيجان كان يثمثن. إذن ديننا مرة ذي المعاملة ذين اللان يرى ذو مثل نغي عفاد ولقرا نغلط من نغ كا أدن خذ عذي برا أدن نوح بعد أنزل ذي أدن شيء لم دين بعد أدن أنزل ذي إلا قل عقيب لهم أمكاون خدع شيء ذربي ذي من نغي نخدع كا وما يخدعون إلى أنفسهم وما يشعرون كجنا ثنشينت خزاكو دي قرر صلى الله عليه وسلم ودينا رب اللي ينسيم دوين يتزالن دوين يتصوزو من يقرد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويقرد ذي زلي ويانظر من المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ما سلم من العباد غير سيك سلم من العباد كفوسيني كاقياك دي نسيم ماذا قل لهم وسيم لارد شو تنسيم تسعير يقرد المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم
المؤمن ذوين كني غير من الغاشي كتذب في اللمانة كتذب في الخير تسمن انك بدنا خطر دين سيم وين من الغاشي في الأموال نسن أكو ذي من نسن يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إن دين سيم في قمسين سيم ذي حرام إن إذا منيس المال ينس العرض ينس وتكتارا وتخبش دارا وتجرح دارا وتنقضارا وتسدار المال ينس وتخدع دارا غاسو كيف قال سيد ربي غفقاي أكا بأي صفة من الصفات كمان وتسدار المال ينس وتكتارا ذي العرضينس العرضينس للعرضي الحرمينس ذي الحرمين لكان هيت مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا كدي قال سيد ربي قويس إن دي قضى ذي الأمر دي سين الأمور إن دي سخدم ذالا شريك سيد ربي تسخم ذي إحسان الوالدين ذي قيقا ثوي ذي فاركان ذي قيقا قلان المستقبلين خصد كان أرد قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله رغم أنف امرئ أدرك أبويه ولم يدخلاه الجنة إن ذي وقي ذا مغفون لا ذا ديفن الوالدين سيكشم لرغى الجنة أكني فغوي لن أترفض ذقر أترفض أنه قرويك أترفض أترفض الوالدين سينار ديكي جنتين ولكن وين يعصان الوالدين وين يسكران دوني ثي الوالدين وليك تخذ ما الظليت وليك يخذ ما الصيام إن عقية كجنة يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم أو ديني أكبر الكبائر أكبر الكبائر لكريم قرآن أكبر الكبائر ذا شو ثني يا رسول الله الناس استخم وين يخذ من الشريك سيد ربي وين يقعقن الوالدين يندد وينك شهدين اكتشهدين شهادة زور أكان أيث مثل يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ومدمن خمر والمنان ويكتشمري يجنث وين يقعقن الوالدين وين إذا بعيد اكتب عن الخمر يموت غف الخمر ماذا قال يثوب غير سيد ربي وخلاص سيد ربي غفور رحيم ولكن ما يموت كمدمن خمر يحرم يثر بين ذي جنة أكو ذي المنان وين المنان ذوين كنيا ما استفك الصدقة غير وانا تروح ذات تتبع ذات السياقة ذات استقرض خذ مغاكا خذ مغاكا خذ مغاكا وين ما تخذ ذي خير تروح ذات تتبع الدفير يلقيك يغرد الاسكلاب خطر تخذ ذي خير أثيت شمك ثيض دايما سوين يستخدم وين أم قبول ثار الصدقة استفك ذاك نغل عمل صحيح استخدم ذاك وثق بيا ربي الكيدين إذن أنا عقيب اللي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى دي قار يتسمر غيد باش أنسعوا المعاملة إذا لغذوا الخلق سيد ربي وافعلوا الخير لعلكم تفلحون دي قار لعن الله من غير منار الأرض دي قار الرسول صلى الله عليه وسلم ما في الاثنين استيقرك ذا الجارين كثو خلط إن عليك سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وين يؤمن صرب بيوم الآخر ويتسادر الجارين كان يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قيل يا رسول الله وإن شيء يسيرا قال وإن قضيبا من أراك وإن أستوي ذيك ما كينش الميوت الحاجة استقال ذري من الحنث باش هذا تستوي إنك حرمك سيدر بدي جنث الجهنة مريتش الفافيس يا رسول الله ننسل وكان ماذا قلت لأنسان الحاج ونسعى رزل إن اسم ماذا قلت السيواك ذا قشضني السيواك ذوينا ثقول ذري من الحنث تقذست يحرمك ربي ذي جنث يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ من طريق المسلمين شبرا طويقه يوم القيامة من سبع أراضين ماذا قلت قثال ذاس قفر ذي قتال ديني نسي من أثنى أنشتاقين ونخص صارك وذي قسية مثل كانت تدرت غارتك شمالة تفض حاز أفري ذا رنت ذا بري ذا نشتي الطوحري وتسو ستاكو غاري خامن نسل أنا عقيب الله دي قار أتسع مير ذا كانت أتسع بيضا كان يوم القيامة ذي سبعة سبع القواعين ثار ذاس ما تقصد قفر ذي قتال دينك ينسي من وتستنخل مضي عقد الديق وخامي كاين تبغوا تسعوا الدقائق تاع عشر ضي مضموض خاطر في ديك الساعه دين ينسل من يسعى زي غير سيدي ربي ولي لا قال يقاد السوسع فريد باش اكسي السوسع في لاك سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى لا دي قال ولا يغتب بعضكم بعضا يند اوه الدرثلا افث مثل ونين ينسل من دفير ولي جزارا وتيقرت الصداك شوميس كجنا يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه ينادو ريح لا المال الانسيم يناد حاشين يدي في كان شطوبات الخطر كاجين يقرض سيد ربي قباليش ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم وكي سوره النساء الذي قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا الذي قال سيد ربي تشميو تشترى المال وندي فاطي حاشين يدي في كاس طوبة سور خطر خزرت كان الذي تكمل ذي الآية قتا من الحات الذي قرأ انقثار غيمانون وينغاني مانيش الجهنة ما غير في أثيتشن أنشويسي دارت ينغي مانيش
يسوع العبد ينغني يخنق لي مانيس نغي شود لي مانيس جهنم جهنم غاتي تشل اكي يحكم في الله السيد ربي وتسمى انت راه بلي العبد ينغني مانيس استقرض بلي يفغيت يعقي يفغيت يعقي وين يفغ يعقي المستحيل الذي ينغي مانيس وين يفغ يعقي وري ستر الحرام وكشما في فركي وين وكشما ويخدم راه كوين ندير وين يفغ يعقي صح فري مالاد مونطال جامد يخدم يخدم هذا يخدم يخساره ولكن حاجه ما يقول يتي دياقي راه يخدم تمثال تيا كاين اذن ذا شو في دينا سيدي ربي السملا سنه الايه تيا في الحنين اما كان يخدم بعض المواضع ديال القران الكريم وين يتشاني حرام ينغي مانيش وين يتشاني حرام الى قد يعقيب اللي ينغي مانيش يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا يند وين يكرن يند وليتي كرا غير غورنا هذا واحد الزنزا هذا الصغوش هذا الصغير هذا بلا غير داخل شوف لا ناس دورنا هذاك ويحيي شوف لا من بعد هذا السفكر هذا انت اكيد يخلص هذه جعل مسكين يقوي ما يقول سخا ما في شو خذ كش من بعد كشتي غتفرح شي يدير منين يقوي ذاك اقياك تفكر اذاخيخي وخاميك تفكر اذاخيخي يجي فيك اقياك تشري حرام ويديك خدم لك فلاني خام نسن ذا فغيان ذي ماس الواسيف الحملوث النقارة أثنتوي ثايد النظام كراب وينك ستني حرام وفرح على سوين فرح سوين داود ستذينك أين دقات ستذينك ذي حياي فرحيس أكي فارك سيد ربي دقس يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه أربي رزقيت ستقن عضي سوين إيد رزق إن تفقدي دي فارك دقس ولكن وينك يكسن المكتوب الغير نظام خزرت كان المكتوب يفرقه سيد ربي أكو في عباديس ولكن يعلن المكتوب مرة أكو يقوثي ديارث غالجيفيس يخدميس إنس يعجب أني وغم وكذا مغفوني يجعل العباد وتعيش نارا يجعل ذين خلاص سيد ربادي قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إلا ذا الخزائن والشرط إيه السيخ لغم بلا يسيخ هذا عيش سعيد الفقير ذا الجارينه أفرح هذا خطر ذا العنصر وما نينار قرقني سعيد افكس هذيش خطر ماشي تكشي تي عقشن لا غاس ماشي اهذا ذروح ذا رغز ديفك سيد ربي رسقيس سيد يبوي النظم ولكن فارس تغنيت ولكن وينيس تندي يحرمي السن أي الغير نظم ولي حد دوني ثوري البحية خرف ثو جينا ذا ثني ديج وذي تشو حاسف لسنا زكا الزفر ربي وخلق قويني يتشام الرنغ أزد في الدن أما يسنيثنا موثني سينا رنغ ذينا أسيد ربا غدي فكي حقيو كان وتسكر على العبد ديال الميزان وتسكر على تسغو الشارع ديال السيعة وتسكر على أما علميك ذي وقت أما علمو الثلاثة ذي مخدام سوال شتاقي ذا إيقي ثلاث نسيبت اتخذ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تسمعوا أنت أف الخير ذي هنا وتسمعوا أنت أف العدوان الرسول شبيح صلى الله عليه وسلم إلا ذات قضو ثغى وسنقي بانين سيم أخير غرغوري ولا ماذا قلنا عتكفى ذي المسجد ينشر المسجد النبوي الشريف فصل الذين ألف صلاة قندر نظن حش المسجد الحرام ألف صلاة ولكن ماذا قلت قضاء استغاو سنقيق ما كين سيم فروح قضاء السيد نرسول سيقاتو سيج بيرلث نرسير بحقيا الاعتكاف يسمح لما تسمحوا ذا المسمحوا تسفى غضارة ذا خيني الشهر ثفيثن ماذا قلت قضاء استغاو سنقيق ما كين سيم وعقيد الإسلام يثمثن يقان عقية جيه من خدمة نشتاقين أقياغ دين سي من الصح يروح دي يخزر يقار صلى الله عليه وسلم يون تاجر يسعد داي يرطي يغشي ولكن ما رد يسي وقت باش أسدر لينك نيس نرد لكني أسني شقا خدامي سي نرجو وإنك نتفضك نسحرس أسن سعد ديهم أسن سعد ديهم ماذا قلت الظر هذا ماشي دي الحالة العالية لس نسمح أسن أثن أخر نسمح أس كلش إنه دا رسول صلى الله عليه وسلم اسمه قدر سيد ربيهم سبحانه وتعالى يصرى أغد يحكم أينايين أينايين يوم القيامة أختي ديقار وش بيحصل الله عليه وسلم ذا شيء تخدم إنس يا رسول الله أنا سيد ربي إنس وسيا غير كرا تظلت زيادة أنا كرقوين نظن نكيني تعامل الغاشي ولكن مرد يقضون هذا غير غير وينك نروي ذاني بفكي غاكن وينك زمر أدير أدير وينك زمر تسميح غاس إنس أكن تسميح ذا لك سميح تسميح ذا يعيب ذيو أكس سميح ذا سيئ كان يثمن وجد الإسلام يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة تقصدستعكم تيو ما كنسي يمدي الدنيا تكسلي يقرض ومن يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة في السر تسفه ما كنسي ما تيسر ربي فلك يوم القيامة ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة ما تسر ما كنسي ما تيسر ربي في الدنيا تكسر ذي الأخرة يقرض الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ماذا قلنا ذي العون ما كاين شي مسي دار بين هذه ذي العون ولكن ترى جارك تشوف اللي ضر ذي العون هذا بالك ذا ذاك اللي ضر ذي العون صد قرض سي ضر بالك ذي العون لا ماشي وحك يغلي يدونيث يقطع عقيدك اكثر ذي العون العيفد نسي ذي ربي باش هذه اللي سي ربي ذي العون كان والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه التميز مثلا
كرا قلنا كنت يغيين مرة ذي المخالفات اكي كامل اكو انا عقلت شفوغ ثمسال تينس عم ثمطوفة اكي تظلان عام 12 شهر تصوزم عام 12 شهر وقلت سيد ربي ذي جهنم اي خطر تسادو الجيرانيس ما ثو من واحد ذي المعاملة تذقو قال انا غلي غتخدم ترى ظليت النغ الزكاة النغ الصيام النغ الى قناع قيكا سيد ربي يند انما المؤمنون اخوة يند دث مثل المؤمنين دث مثل المؤمنين دث مثل وخاسوا إلا الذي ذنشيم ذيك ماك من آدم إلى قتل ضم كانت سكنظ الرحمن الإسلام عيونيث ذا نصرانية ذا يهودية سكناس السكناس أبريدنا الإسلام هذا راس أبريدنا الإسلام سيد ربادي خار وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أدقار سيد ربي من قال هذا المشرك ماذا قال هذا المشرك يغلد لك فوسيك شكلا سين دينا سيد ربي خذ ماسي خير اطفث اطفث اغور كان عندك يتسنسال اي خطر ذي القوم والزرارة ذي الجهلة شكلا سنفريد الدين ما يشهد لا اله الا محمد رسول الله طوي الدعوين غلا خرف كدي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يند ماذا قال لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ماذا قال هذا ضربيون افوفوسيك شهد لا اله محمد رسول الله خير وان سيدي شرقي طيش حشا ماذا قال لا يغير كان يث مثلا اذن انا عقي بلي كرقوين يتضيمن وسيروح عليه حقيس ويتسرر وين يتضيمن إذا قد يتسرو وين يقضيمن ولكن وين يتضيمن المحال هذا يتسرو أي خطر أزكى يوم القيامة الزفر بهم أذي يفرح ذي الفرحة لا يفرح الناس إن غصي ضربي حمدك شكرك ويدير إنك يخذ مكنين ذي الدنيا تريد حواجه خطر السجى تخياف وين أين راس طرد صرد ذري من تخياف الصرد أين صرد تخياف ولكن دينا صرد الحسنة تظل فيك الزكاة إنك الصوم إنك أنداك دوغين أم ثم غرفة جان الجنة ما يجي كم تظل في الصروح الصيام من سيروح هكا يقرأ صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون الدرهم ولا دينار يند وين يضيمن إن ضضي ضيب السماح لي دوني ثوق بلدي أديوذ الوقت ماشي الدينار نغض الدرهم كان المظاهر أنفعنا لها ماشي سنقار مدينين سلف سان ناس نقار مدينين نغض سوالي نتفق ذي الجماعة نكتشمع الجماعة نتفق إلا قمت شويها للإسلام إلا قاني لي ذي الملح ذي المكيا أني إذا أنسع الرحمة ذقويا ونغ الصفات الخداع ذوينون يهارا مرة ولقات دوين غرغورنا كي خطر موش ما في يسعى السن إلى ثمث يسعى الإثم وزر الإضلال وزر الضلال يسعى وزر الإضلال يسعى الوزر الذنوب قوينك نيخذ مكن والذنب قوينك نيخذ دي سوالي ناس قرن دل الإسلامي يخذ مكن نيخذ إذن أنا عقيب لي أشي مكيد ثم غارثة أم هي تسجني ذي المثل يغدي قوين وش في حصل الله وعليه وسلم أنا ثيدون اسمك ثي أشي مكيد كشم جهنة مثل طوثة يكتظلين عام 12 شهر تصوزم عام 12 شهر بعد جهنة ما يتي كان أي خطر تسادو الجيرانيز يليون ذات يغي حقيس ذنا ثغيد المفلس فظلتي الزكاة اسمي فظلتي الصيام ثكتي وذني تسادو وكن تسادو وكن ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس أني ويذ المفلس لا نسى رسول الله المفلس المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يوم نحن نسعى لك لا دار لا دوار الناس لا ماشي ذو قيد المفلس المفلس خطر الدنيا نفلسك وذيك ساس الجمرة إنك ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسلف كدم هذا وضرب هذا وقذف هذا فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته حتى إذا فنيت حسنته أعطي من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار إن المفلس ولكن أنا روح تظل لي الزكاة الصوم الحج يخدم كل الفرائض نسكمل ولكن وقي يثيث وقي خذعيث وقي يسكد في اللاس وقي يكريث وقي يتشاث وقي يهرد في اللاس من كل هذا الشيء يخدم ذينا أثني خلص ما رأس العبادة نيك خدمك تظل لي في ستروح الزكاة نروح كل شذا ذي روح اللي في كل الحسنة نس أسمى سفكت الحسنة أستكن دنوف أستكن دنوف نس أسنين ناسي دربوي سعر شوي ساغي خلص أسنين فكتس لي الدنوف الأول من بعد أثي ضرح سيد ربي دي جهنم أسمى قال تظل لي ثيكة تمتاني سلغاشين الحجين كتم تمتاني سلغاشين الزكاة أين تخذ مضمرة العبادة تشوي ضغلاشي تمتاني كس كان وإلا قالني ينغ كان يثمثل أغنفع ربيش الدين النغ أورغ روح المجهودين خدم ذي الدين النغ أغجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أغجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.